هذا وقد أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية لم تخشى جائحة كورونا، وأن الشعب المصري لم يتوقف عن العمل للحظة خلالها، مشيدا بتعامل الشعب مع الأزمة والتزامه بالإجراءات الاحترازية واندفاعه لتلقي اللقاحات. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة تحت عنوان جائحة كورونا إنذار للإنسانية وأمل جديد. احنا كنا من الدول اللي أطلقت استراتيجية خاصة بالإغلاق المؤقت مع الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية اللي تكفينا شر هذا المرض بقدر الإمكان. والحقيقة النتائج اللي تحققت سواء كان في الإصابات أو في حالات الوفاة اللي موجودة في مصر تعتبر قياساً بالدول اللي مثيلة لنا بالعدد، تعتبر إيجابية جداً. ده فيما يخص المسار الصحي كمسار كان له تأثير كبير على استراتيجيتنا في إدارة مجابهة الكوفيد في مصر. احنا زي ما قلت عملنا استراتيجية تستهدف ان احنا نحافظ على معدلات العمل والمشاريع اللي احنا بنتحرك فيها، وفي نفس الوقت نعمل إجراءات احترازية قوية تكفينا شر الكوفيد وتأثيراته. طيب تأثرنا طبعا، قطاع الطيران في مصر تأثر، قطاع السياحة في مصر تأثر بشكل كبير جدا كمان، ولكن احنا كان برضو لنا تحرك من الحكومة بمبادرات اقتصادية كانت تستهدف اعطاء دفعة للاقتصاد المصري في لتعويض لتأمين الدولة خلال مرحلة المجابهة ديت.